اهلا بيكم في دار الاوبايك المنتجه. يا جماعة 102 بروح لحد دار الأوبرا أو لحد نهاية الكرسي. حاليا أنا في الباص وطلع على سعر تذكرة الباص بتعمل ربع ممكن تركب 15 أو 102 إكس أو 99 توصلك لحد الكرسي دي. تقدر تقول من هناك تمشي حاجة بسيطة لحد الشيراتون وتوصل هناك. ده يا جماعة من قدام مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في كود سيتي. ده هنا قدام على طول الكنيسة اللي في كود سيتي، ومن الجزء اللي قدام شوية من هنا كده بتروح على الشيراتون، وده المدخل الرئيسي بتاع المركز الثقافي. خش من هنا. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. بعد يا جماعة بتخش من البوابة الرئيسية، بتفضل ماشيين المشي الطريق ده كله، بتخش من هنا. ده زي بداية مدخل او انترنس كده، بيبقى بالاضاءة بالليل. دي كلها تبع الحديقة او المركز، كلها زي نظام جنينة، وتقعد في الكراسي من جوه. في بالنسبة للجزء اللي هنا، الجزء اللي على الشمال دوت لحد الاخر، ده كله بيبقى المطاعم. الجنب اللي جنب دول، اللي هو الجنب اللي هنا دوت اللي في وشنا على طول دوت، اللي هي فيها النافورة الراقصة. هنشوف ده كله مع بعض، وخلينا نروح نتمشى شوية في الجولة. خلينا اوريكم واحدة واحدة. ده زي ما انتم شايفين هنا المدخل، عاملين زي مايه معاها على الجنبين، ودي بتبقى بالليل هنشوفها بتبقى عامله ازاي. المدخل الرئيسي من هنا كده جنب النافوره، تدخل من هنا، والمنظر ده طبعا هنعمله برضه بالليل. ومن هنا كده مع الحديقه دي، كل الشجر ده بيبقى كله معمول بالاضاءه بالليل. ده كلها لو بصيتوا، دي كلها الحتت دي كلها بتبقى بالليل. منظر جميل بصراحة. ده كلها داخل المركز الثقافي، وطبعا المنطقة دي كلها بتاعة المطاعم، والمنطقة الخاصة اللي هي بالنافورة. المنظر ده من قدام النافورة القصر، بيعملوا العرض في بعض أو فترات من النهار، وبيعملوا فترات كمان بالليل. بصراحة أنا بحب العرض بالليل، بالليل بيبقى مع الإضاءة بيبقى جامد جدا. من النهار بتبقى منظر المية وكل حاجة فيه إضاءة، بس مش زي بالليل يا جماعة. الجزء اللي هنا ده كده، من هنا كده، كل ده خاص بالمطاعم كلها. ده كل المطاعم طبعا مطل على الأبواب، بتاعت ده كلها.
ده المسرح اللي داخل المركز الثقافي بتاع الشيخ جابر احمد. المسرح ده يا جماعه بيتعمل بالليل، في عروض بتتعمل بالليل، او في حاجه في الاوبرا بيحطوا شاشه كبيره، شاشه عرض هنا، بس بتبقى بالليل طبعا، وتبقى نسبه الاضاءه بتاعتها خافته. ومن هنا زي ما انتم شايفين دي سلالم اللي بتنزل لحد المسرح من تحت، دي كلها بتبقى كراسي والناس بتقعد عليها وبتتفرج بالليل. احاول اعمل لكم فيديو بالليل برضه واوريكم الدنيا بتبقى عامله ازاي بالليل. فمسرح جميل جدا، بتبقى في الهواء، بتبقى شايفين زي بعض من حاجات الكويت كلها، مباني الكويت او الابراج بتاعت الكويت. بجانب طبعا داخل حديقة زي ما انتم شايفين هنا كل يوم بيبقى في عمال نظافة بتنظف كل حاجة والدنيا منظمة جدا. الجزء الخاص بالمصلى خلينا نروح له. زي ما انتم شايفين طبعا ده مقابل للخليج العربي، شارع الخليج العربي. زي ما انتم شايفين طبعا ده داخل الحديقة او داخل المركز الثقافي للشيخ جابر احمد. بصراحة عاملينه ممتاز، بشكر كل الناس اللي عملته بتاعه. من هنا كده بتروح على المكان اللي هو المصلى ودورات المياه. المكان ده طبعا بالليل بيبقى برضه في اضاءة خافتة بالليل، بيعملوها بشكل جميل جدا كمدخل او كممر تمشي فيه. احلى حاجة في المكان ان هو كله مكان صحي مفيد، بتقدر تمشي فيه، تقدر تشم هواء نظيف بصراحة، بعيد عن زحمة العربيات وبعيد عن كل حاجة. من هنا كده ده الدخلة بتاعت التواليتات والمصلى. من عند مين هنا؟ دوت التواليتات اللي بتدخل فيها. ده المصلى يا جماعة. من هنا النهارده في الحقيقه انا عاوز اقول كام حاجه مهمه. اول حاجه انا عاوز اعرف بس الناس كلها ان في الفيديوهات كلها اللي انا بنزلها على اليوتيوب بحط فيها ترجمه بحوالي 20 لغه. عشان تقدر توصل للترجمه لو انت حابب مثلا تسمعها بالانجليش او باي لغه، سواء الماني فرنسي انجليزي اي لغات من اللغات اللي حاطط حوالي 20 لغه. تقدر تدخل على لما بتدوس على الفيديو وهو شغال في 3 نقط بتبان لك، بتدوس عليهم بتطلع لك حاجه اسمها كابشن، بتدوس عليها بتطلع لك جزء الترجمه كلها. دي افضل حاجه بسهوله ان انت تجيب الترجمات اللي انا حاططها. في حاجة تانية برضو احب ان انا يعني استأذنكم، لو انتم حابين الفيديوهات بتاعتي ياريت تشتركوا معايا في القناة، تعملوا لايك وسبسكرايب. وكمان لو اشكركم كمان، عاوز اسمع تعليقاتكم، لو في كومنتات، لو في اسئلة، لو في اي حاجة احب اسمع تعليقاتكم فيها. واتمنى الفيديوهات كلها تعجبكم ان شاء الله. وياريت برضو لو عجب كل فيديو ياريت تعملوا له شير. شكرا. ده المدخل الرئيسي بتاع مركز الشيخ جابر احمد الثقافي ودار الاوبا بيكون. ده داخل حديقة بتاعت الاوبا.
هناك ده كده المدخل الرئيسي من هنا. دي منطقة دي جنب الشارع. من هنا مكان النافورة والمطاعم. Thank you.
ده مبنى الأوبرا يا جماعة، أوبرا الكويت. ده من داخل ده طبعا في مكان في مدينة الكويت بجوار قصر السلام جنب شارع الخليج. ده في ثلاث مباني مختلفة، العروض المسرحية وثلاث قاعات حفلات. في حاجة مهمة، ازاي توصلوا لدار الأوبرا في الكويت؟ دار الأوبرا في الكويت هتلاقوها في مدينة الكويت سيتي. بتقدر تاخد من أي مكان في الكويت، تقدر تاخد باص. أسهل حاجة الباص هنا يا جماعة، متوفر كتير. الباص بتكلفة حوالي ربع دينار، في كتير، في ممكن تقدر تاخد باص 15، ممكن تاخد 102 إكس، ممكن تاخد 66. وده زي ما انتوا شايفين اللي هو المدخل الرئيسي في ظهري. كمان هو جنب الشيراتون وقريب جدا من فندق الشيراتون، وكمان جنب الكنيسة اللي هو داخل الكويت. بلس ان هو كمان مقابل للشارع الخليجي العربي على البحر. فالمكان سهل جدا، مش مفهوش اي صعوبة. حابب لو في اي تعليقات او اي كومنتات، حاول يعني هستنى منكم ردكم وكومنتاتكم، واي حاجه حابين تستفسروا عليها يا ريت تسيبوا لي كومنت.